السعودي: مصاريف الحج عند المغاربة غير معقولة. قال مواطن سعودي إن مصاريف الحج التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب غير معقول، مشيرا إلى أن المستفيد الأول هو الوزارة ووكالة الأسفار. وكتب المواطن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: 63,800 درهم غير معقول، حتى لو ارتفعت الأسعار عندنا لن تصل لهذه الدرجة، المسؤول والمستفيد هي وزارة الأوقاف ووكالة الأسفار. لدى الحاج رسوم تأشيرة الدخول للحج 300 ريال سعودي ما يعادل 700 درهم، وزاد مبلغ مصاريف الحج بالنسبة لتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم السنة الجارية قرعة 2019 ب17,000 درهم مقارنة مع آخر موسم حج سنة 2018 قبل تعليقه بسبب جائحة فيروس كورونا. ويحدد مبلغ مصاريف الحج بناء على المعلومات الصادرة عن السلطات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية، تشمل المصاريف كلفة الخدمات الأساسية والإضافية ولا تشمل مصاريف الجيب.